السلام عليكم اخواني اخواتي، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. معكم اسماء. في الفيديو ان شاء الله غادي ندير لكم لاكلاص بنكهه الشوكولات، كيجي رائع بحال ديال المحلات الكبرى. واللي بغى المقادير غادي نخليهم لي تحت الفيديو، نخليكم مع الطريقه. غادي نحتاجو يا علبه الشونتيه ديال الزا او نصف لتر ديال كريمه الخفق تكون بارده. انا هنا استعملت كريمه الخفق ولالا. غادي نفرغها في شي اناء يكون بارد وغادي نطربها حتى تولي شونتيي. بطبيعه الحال خاصكم تحطوها في الفريغو تقريبا شي 5 دقائق قبل ما تطربوها. دابا منين طلعت ولات شونتيي غادي نزيد على 200 مليلتر ديال الحليب المركز المحلى اللي سبق لينا حضرناه في الفيديو السابق، ونعاودو نطربو شي شويه باش نخلطوهم على بعضهم. واحد النقطه مهمه، اذا استعملتم كريمه الخفق الحيوانيه بحال مثلا لو بريزيدون حاولوا ما تطربوهاش مزيان لان غادي تحول لكم الى زبده. دابا غادي نصاوبو لاصوص تاع الشوكولات اللي غادي نخلطو مع لاباز اللي صوبنا. باش لاكلاص يجينا بنين وفيه طعم الشوكولاته واضحه غادي نستعملو فيه نيسكويك والكاكاو المر. غادي نحتاجو 6 المعالق كبار ديال النيسكويك و 35 غرام ديال الكاكاو المر اللي هما 5 ساشيات. بطبيعه الحال اذا جاكم هاد الكميات مرتفعه ديال الكاكاو والنيسكويك ممكن تستعملو حسب المتوفر عندكم حسب الذوق ديالكم. دابا غادي نزيدو عليهم شويه تاع الحليب ونخلطو مزيان حتى تولي عندنا بحال الكريمه، خاصها تكون جاريه بطبيعه الحال. وهذا هو الشكل ديالها، كتكون بحال هكا. غادي ناخذوها دابا ونكبوها فوق من لاباز اللي صوبنا. غادي نزيدو عليها الشكلاط، يا يكون محكوك اولا شعريه الشكلاط، شويه اللوز او كاوكاو محمر او مهرمش. دابا ما غاديش نطربو، غادي نخلطو غير بلا سباتول من التحت للفوق حتى ينسجمو العناصر تماما. من بعد غادي نصبو الخليط في شي علبه غذائيه وغنقادوه بحال هكا. كنزيد اللحم من فوق شويه الشكلاط وشويه اللوز مهرمش. طبيعه الحال هذه غير فكره، ماشي ضروري تلتزمو بهادشي اللي درت. دابا غادي نحطو العلبه في المجمد من 4 السوايع الليله كامله من الاحسن. ونقدموه على شكل كرات في اناء يكون خاص بلا كلاص. وفي الاخير زينته بالسيكر وبشويه اللوز مهرمش. هكذا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. نتمنى ان هذا لا كلاص يكون عجبكم، ونتمنى انكم تجربوه لانه فعلا كيجي لذيذ وفيه مذاق الشكلاط باين. وبالصحه والراحه.